زارونا كانوش يعرفونا. صحيح كانوا يعرفونا، يعرفونا من خلال منتخبنا اللي تألق في جنوب افريقيا، ويعرفوا كذلك الترجي اللي هو بطل افريقيا، والكلهم كانوا يتمناو باش يمتعوا الجمهور ويعطيو فكره باهيه على جمعيه روما. Speriamo che sia una buona partita, si diverte il pubblico, quella è la cosa più importante. Ho visto la finale d'Africa, ci sono 7 nazionali, per cui sarà, è una buona squadra. Però la nazionale abbiamo visto praticamente tutta la Coppa d'Africa, sì, un po' conosciamo le squadre. La squadra tunisina è stata finalista? Sì, sì. È stata una buona squadra, una squadra che ha fatto molto bene. Speriamo di fare una bella partita, di divertirci sia noi che la squadra tunisina. Noi siamo venuti qua tranquilli senza voler fare niente di speciale. L'importante è che sia che si divertano il pubblico tunisino. E أكثر من هذا النجم الصاعد لروما توتي اتنبأ حتى بالنتيجة لكنه كان متخوف من التحكيم. 1-1 ما fatto una bella partita, anche perché con l'arbitraggio stavo un po' così, un po' casalingo, però andava bene così. وإذا تخوف توتي من التحكيم اش قال الحكم منويره بنفسه؟ والله بالنسبه لنا سيتان ايفينمون، ان شاء الله معناها فرحه الواحد باش يعيش مستوى اعلى من المستوى اللي موجود فيه بلاده ويحتك بهم ويحاول باش يعمل كيفهم، وفرحه بالنسبه للملاعبيه وكيما بالنسبه للجمهور كيما الحكام زاد راهو احنا كيف الناس الكل. هذا موقع قبل اللقاء، لكن اش صار في اللقاء؟ في اللقاء رينا الترجي في ثوب مشرف، وهذا مش غريب على الترجي اللي عودنا بالتألق والبروز في مثل هالمقابلات الدولية الودية. الترجي ديما في المقابلات هذوما الكبار ضد الفرق الكبيرة ديما توري وجه مشرف. وفي وقت من الأوقات ظنينا أن الترجي هو روما. الترجي اللي أظهر انضباط كبير في اللعب وعزيمة قوية في افتكاك الكرة فرض سيطرته على روما، لكنه ما توصلش طيلة الشوط الأول لتجسيم هذه السيطرة. لقينا معناتها في فريق روما معناتها مؤخر شوية التالي مش معناتها يعني مش في يوم وقعد معناتها يحصل فينا استغل معناتها في فضوة باش يلعب لنا على كونتر على حاجة باش يمركينا، ومعناتها عندهم ديز رابيد في التلوع نتاعهم، ولذا لازمنا نردوا بالنا ما نتكيوش وننساو التالي نردوا بالنا. في الشوط الثاني ومنذ البداية الترجي سجل عن طريق اللاعب البرازيلي خوزي. سي فوزي لاعب مقنع ثم هدف في بداية الشوط الثاني. لا نضحك على فوز عملها مروان البدري. كما حكيت مع الاولاد في الصباح قلت لهم ما تخوفناش لا روما ولا غيره، انا نأمن باللاعب التونسي، نأمن بقدراته وقادر معناتها باش يلعب مع اعرق الفرق، وهذا الترجي في عدد من الاسباب برهن عليه. وهذا هدف لكن المقارنة مازالت متوسطة، وفريق روما توا نعرف انه باش يضغط على باش يضغط، ونجم نقولوا فوتونا ماهوش فريق سهل، فريق صعب، والحذر واجب. ولهنا شعروا الطليان وان الامور ولات مخترة اكثر من اللازم، وردوا الفعل بقوة واختطفوا التعادل بواسطة كابيولي. بعد ترجيح الكفة بلغت المقابلة ذروتها، وتحمس اللاعب وولى ضربة عندي وضربة عندك، مع سيطرة طفيفة للأحمر والأصفر التونسي اللي كان بإمكانه تسييمها لو كان ما حرموش الحكم من ضربة الجزاء هذية. علي بلاش، هل كان الترجي يستحق أكثر من التعادل؟ بالطبيعة كان يستحق أكثر من التعادل، معناتها بالأخص في الشوط الأول معناتها خلقنا برشا ظرف وما سجلناش إلا غالبا، وما نستحقوا نتيجة خير من هكا. الفريق كل قدم مقابلة كبيرة. وظهر الفريق نتاعنا قاعد يتحسن من جوله لاخرى، وغادي ان شاء الله فاتيزان عادي وزاد في مستوى كبير، هذا معناتها للتحضير لبقيه البطوله وفي الكاس تونس. يضر ظهرنا اليوم اللي عندنا فريق لابس عليه، ومن بعد البلوسير اللي صارت اول عام الاولاد الكل رجعوا بخوذه ربي باش نكملوا فان سيزون باهيه وباش نتلاقوا بالكوب توا. مع البورتوريكي.